أهم الأخطاء التي يقع فيها مندوب المبيعات قبل زيارة العميل: أولاً، لا يحدد هدفاً واضحاً من زيارته. ثانياً، لا يحدد العميل المستهدف بدقة. ثالثاً، لا يخطط لزيارته. رابعاً، لا يملك المعلومات عن منافسين منتجه وعن العميل نفسه. خامساً، عدم دراسة فوائد المنتج وطرق استخدامه وأسعاره. سادساً، لا يكرر زيارة العميل لمجرد رفض العميل أو أي سبب آخر. الأخطاء التي يقع فيها مندوب المبيعات أثناء زيارة العميل: لا يتحدث إلى صاحب القرار في المؤسسة أو الشركة، لا يعرف احتياجات العميل، لا يعرض على العميل المنتجات المناسبة، لا يتحدث عن مزايا المنتج وفوائد المنتج، لا يسمح للعميل بأن يتكلم والإلحاح على البيع من أول زيارة، لا يستطيع التعامل مع اعتراضات العميل ويهرب عند الرفض، لا يقوم بالأشياء التي تولد مبيعات لصالح العميل، لا يفهم مؤشرات الشراء التي يقوم بها العميل. أما عند الانتهاء من زيارة العميل، فستجد أن أخطاء مندوب البيع تتمثل في 3 أشياء: أولها أنه لا يسجل ما حدث في الزيارة الأولى، ولا يحلل ما حدث في الزيارة وأخطائه عند مقابلة العميل، وأخيراً، لا يستطيع متابعة العميل، ونتيجة لذلك يبتعد عنه.